نستظل بها جميعا. انتخابات نضرب من خلالها النموذج مرة أخرى للائتلاف السياسي الذي يحرص أعضاؤه على استمراره ككيان متماسك فعال جاد. يغلب المصلحة العامة فوق أي اعتبار. هذه الانتخابات سوف نثبت فيها من جديد أن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا، وأن ائتلافنا كما أقول دائما وأبدا ولد ليبقى. وفقنا الله جميعا لخدمة هذا الائتلاف وقبل هذا وذاك لنصرنا الحبيب. نوفق وكان الله في عونه في تحمل المسؤولية. الحقيقة هنبدأ في بند جديد مستحدث، بطلب من حضراتكم الموافقة على تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للائتلاف، وبنستحدث بعد إذن حضراتكم منصب الأمين العام المساعد طبعا لما أو نظرا لما يحمله هذا المنصب تبعاته، وبالتالي استحدثنا أن يكون هناك أمين مساعد لأمين عام الائتلاف، وده في المادة 5 والمادة رقم 9 من النظام الأساسي، وبيعتبر هذا الأمين المساعد واحد من أعضاء المكتب السياسي.